السلام عليكم. اليوم شنو هو الدرس تاعنا؟ اليوم الدرس تاعنا هو اننا بغينا نعرفوا اشنا هو الفرق بين كونست اوفار وليت، يعني هادشي اللي بغينا نعرفو. حنا شنو كنعرفو؟ ان هادو اشنا هو الدور ديالهم؟ هو انهم كيعرفوا لينا فاريبل، يعني كنديرو فار مثلا ولا كونست او ليت، وكنديرو النيم ديال الفاريبل وكنعيش واحد الفاليو. يعني هذا الشيء اش كيخدموا، يعني هذه هي الخدمه ديالهم. ولكن اشنو هو السؤال اللي بغينا نجاوبوا عليه حنا اليوم؟ شنو هو الفرق بيناتهم؟ يعني جا شي واحد قال لك شنو هو الفرق بين الفار وكونست وليت، باش بغيت نجاوب. وكدير بزاف في الاسئله ديال الشركات، يعني في الانترفيو. يعني اشنو هو؟ يعني نبداو على بركه الله وركزوا معايا. اول حاجه كيختلف فيها الفاريبل على الليت او الكونست هو ان الفاريبل عنده نظام ديال الهوستينغ. شوف انت ركز لي مع الكلمه، هي مع الهوستينغ، وغادي نشرح شنو هو الهوستينغ، يعني بلا ما تشوش راسك. هنايا الليت او الكونست نو هوستينغ، يعني ما عندوش هوستينغ. يعني الهوستينغ شنو هو؟ هو نقدر نقولوا انه الاستضافه. الاستضافه هي الهوستنج. هنايا شنو غادي نديرو؟ حنايا غادي نجيو نعرفوا اشنو هو الهوستنج. هنايا شوف، تخيل معايا، درنا شوف، تخيل معايا فار سميتو اكس وغنعطيو زيرو وغادي نعرفوا فار. تخيل معايا جيت انا ندير كونسول دوت لوغ لهاد اكس، شنو غادي يعطينا في الكونسول؟ هنايا كما كتلاحظوا غيعطينا زيرو، يعني الفاليو ديالو يساوي زيرو. اشنو هو دابا الهوستينغ؟ هو انه يمكن انني نطبع هاد الفاريبل قبل ما نعرفه، يعني قبل ما ندير فار اكس يساوي زيرو نقدر نطبع هاد الاكس. وشنو غيعطينا؟ غيعطي لينا بلا قيمه، غيعطينا undefined، غيعطينا زيرو. يعني حنايا هاد undefined مين جات؟ جات من هنا، جات من الكونسول دوت لوج اكس ديال هاد الفاريبل. وهاجي مين جات؟ من ان هاجي كيساوي الفاليو ديالو هنايا زيرو، هاي تطبعت لنا زيرو، يعني undefined زيرو. يعني هنايا اشنو هو الهوستينغ؟ شنو غادي شنو فهمنا؟ هو ان فاش تجي تعرف، شوف ركزوا معايا، فاش تجي تعرف واحد الفاريبل بالطريقة شنو كيطرى؟ عفوا شنو كيطرى؟ يعني كتجي تعرف فاريبل مثلا اكس يساوي زيرو، تمام. هو شنو كيدير قبل ما ينفذ الكود؟ يعني قبل ما يجي هذا الكونسول دوت لوج، يعني شدها مثلا ونجيبوها هنا كونسول دوت لوج، يعني قبل ما يجي كونسول دوت لوج شنو كيدير هو؟ كيمشي، باش نمسح هنايا واش نفهمكم كاع، نمسح كلشي واش نفهمكم شنو كيدير. يعني اش قلنا حنايا؟ عندك هكا، ركزوا معايا، عندك هنايا فار. شنو كيدير هو؟ كيشد هادي، هذا هو الهوستينغ، يعني كيشد هاد الفار وكيعرفها هنا، كيعرفها في الفوق ديال الصفحة على شكل تالي. يعني كيجي هنا كيقول لك فار اكس هكا، يعني أي حاجة معروفة في الفار. تخيل معايا عندك نتايا فار اكس، وعندك فار، عندك مثلا فار إكريك يساوي خمسة، وعندك مثلا فار زد يساوي 8. هو شنو كيدير قبل ما يتنفذ الكود؟ انه يجي كونسول دوت لوج لخمسة و 8، خمسة عفوا إكريك هنايا زد هنايا. شنو كتلاحظوا؟ هو انه عرفهم، يعني زيد و خمسة زد هنايا. شنو كتلاحظوا؟ هو انه جا عرفهم. هنا شنو كيجي هو في الكواليس؟ شنو كيجي هنا؟ كيجي فار اكس اوفر واي اوفر زد. وشنو كيساوي الفاريبل الى ما كانتش عنده واحد الفاليو؟ كيساوي undefined. undefined
داكشي علاش حنايا الا طبعناه ومازال ما عشناه القيمه، يعني طبعنا قبل ما نعرفوه شنو كيعيشنا هنا، كيعيشنا اندرفايند كما كتلاحظوا، يعني الفاريبل كيقبل كي قلنا كي الهويستينغ. هذا هو اول اختلاف. تخيل معايا نجيو ونجيرو نفس الطريقه، نجيو نفس الحاجه على الليت، يعني نجيو من هنايا ونمسحو هادشي كامل ونقول لي مثلا عندك واحد الفار اكس، لا نجيو نعرفها بلي تيار بي، ونقول لي مثلا عندك خمسه، ونجيو ونجيو مثلا كونسول دوت لوغ اكس، شنو غيطبع لينا؟ غيطبع لينا خمسه كما كتلاحظوا، انا غيطبع لينا خمسه. تخيل معايا انني نجي نطبع انا هاد الاكس قبل ما نعرفه، شنو غيقول لي؟ كونسول دوت لوغ، انني نطبع هاد الاكس شنو غادي يقول لي؟ غيطبع لي هادي، شنو غيقول لي؟ هنا يطلع لي ايرور قال لك cannot access x before initialization، يعني ما يمكنش لي نوصل لهاد الاكس هذايا قبل ما تعرفو، حيتاش ما تتنفذ عليه الهوستينغ. يعني هذا هو الهوستينغ. الهوستينغ هو انه واحد الحاجه كتعرف خاصه بالفاريبل، الفاريبل كيتعرف في الفوق على قيمه خاويه، يعني ما تيكونش عنده فاليو، عاد ديك الساعه فاش يتنفذ الكود عاد ديك الساعه كيعطي الفاليو اللي انت عطيتي، ولكن اللي اوركونس ما كيتنفذش عليهم الهوستينغ، ولكن الفار تتنفذ على الهوستينغ. يعني كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. ثاني حاجه الفرق بين اشنا هي؟ ثاني حاجه اللي هي الفرق بين ليت، دابا غنمشيو ليت وكونست. ليت الى عطيتيها واحد الفاليو، هاد الفاليو يمكن انك تبدلو، ولكن الكونست الى عطيتيها واحد الفاليو ما يمكنش انك تبدلو. علاش؟ حيتاش كتعتبر ثابت كونستانت. يعني شنو كنقصد هو انه مثلا جيتي لهنا عطيتي هنايا، اجي نبداو من الاول، مثلا عطيتو لي اكس مثلا يساوي خمسة، وجيت هاد اكس وبدلت ليها الفاليو ديالها مثلا عطيتها عشرة، وقلت ليها كونسول دوت لوغ، وقلت ليها اكس، شنو غيعطينا؟ غيعطينا اكس ما غيعطيهاش ليا باقي تساوي خمسة، تعطيها ليا يساوي عشرة. هانتوما. ولكن الى جينا درنا هنايا كونست ودنا السيف وعشينا بدنا لي الفاليو ديالو، شنو غيعطينا؟ شنو غيقول لينا؟ غيقول لينا assignment the constant variable، يعني ما يمكنش انك تبدل في القيمه ديالو، يعني بما انه ثابت خص تبقى خمسة. ما تجيش تقول لي ثاني، يعني بحال يقول لك قلتي لي واحد الهضره ما تعاودش تقول لي ثاني هضره اخرى، لا كنعرف واحد الهضره، يعني قلتي لي خمسة بلا ما تجي ثالثه حتى تقول لي 10، قول لي 10 من الاول، يعني بحال هكا. ولكن اللي تعتبر متسامح حتى يقول لك تجي اللي عجبك، والفاريبل حتى هو نفس الحاجه، يعني تجي اللي عجبك، ولكن الكونستنت لا ثابت، يعني ما تنعرف ليها كذا كتعرف واحد الحاجه. مزيان. دابا شنو هو الفرق الثاني؟ الفرق الثاني الفار كيتعتبر جلوبال، جلوبال سكوب، سكوب ليت اور كونست ايه بشوية عليكم باش تفهمو، كيتعتبر بلوك سكوب. يعني شنو كنقصد انا بالسكوب؟ هو النطاق. والسكوب في الجافا سكريبت عبارة عن جوج مزدوجات، يعني كتحل مزدوجة هكا وكتعاود تحل مزدوجة هكا، أي حاجة كتمشيها هنا كتسمى جلوبال سكوب، كتسمى يا ربي بلوك سكوب، حيتاش بين هنا. ولكن الحاجة اللي كتكتبها في هنايا، يعني كتكتبها من هنا حتى لهنا بلا ما تكون في الداخل ديال الفانكشن، هاجي هي اللي كتسمى جلوبال سكوب، وهاجي كتسمى بلوك سكوب، وغادي نفهمو دابا. يعني شنو كنقصد؟ تخيل معايا مثلا، تخيل معايا عندك واحد الفاريبل اكس يساوي خمسة، وجيتي هنايا درت واحد الفانكشن، وهاد الفانكشن مثلا نسميوها مثلا ماي فانكشن، نسميوها مثلا ماي فانكشن، وجينا حنايا هنايا وعرفنا في الفار ديالها مثلا فار، ولا نجي مثلا نقول لها مثلا هادي شنو كتجي هاد الفانكشن، كتجي كونسول دوت لوغ لهاد الاكس، وغادي نجيو ماي فانكشن نشغلو الفانكشن ونجيو السيف ونتفرجو في الكونسول شنو غيطرا.
شنو غتلاحظوا؟ انه طبع عليا 5، يعني شنو؟ يعني انه هذا يمكن ليه يدخل في اي بلاصه، يعني هذا الفاريبل بما انه جلوبال سكوب يهني هنايا ديالو كامل. يعني شنو كنقصد بالجلوبال سكوب؟ تخيل معايا انه الفرق بين واحد الرئيس وواحد المواطن. دابا الرئيس، دابا الرئيس يقدر يدخل اي دوله بغى وفي اي وقت بغى، ويقدر حتى واحد ما يقول ليه شحال الساعه، يعني يقدر انه عنده سياره خاصه يمشي لاي بلاصه عجبه. ولكن يعني هذا هو الفاريبل، يعني الفاريبل تخيل هو الرئيس، تمام، رئيس دوله مثلا. ليت اور كونست شنو هما؟ حنا مثلا مواطن، لا مواطن الا بيمشي شي دوله اخرى تيمر مدوه في المطار، يعني عطيني الباسبور، عطيني الفيزا ديالك، لا جيتي لا جاي، شنو واش عندك شي خدمه، يعني واش جاي عطله، يعني بزاف تاع الاسئله. يعني هنا الفاريبل جا هو يدخل لهنا وما قال لي حتى شي واحد شحال الساعه. يعني هو شوف السكوب ديالو فين كاين، كاين هنا، يعني السكوب ديالو هنا، اش دخلوا لهنا حيت اش رئيس هنا. تخيل معايا اننا نجيو عند هذا الفار هاجي ونقول ليه اللي ديالك مثلا، لا يا ربي ماشي هنا. تخيل معايا اننا نجيو هنا، تخيل معايا اننا نجيو هنايا ونقول هاد اللي ونحطوها بين هاد السكوب هادي، يعني نحطوها بين هاد السكوب، يعني نحطوها بين هاد السكوب، نقول ليه مثلا كتساوي، يعني مثلا كتساوي إكغريك يساوي 10. وتخيل معايا اننا نجيو نخرجوا على الدولة، يعني تخيل معايا هاد السكوب هي الدولة وهذا هي المواطن. تخيل معايا نجيو الكونسول هنايا دوت لوغ واي، نجيو الكونسول دوت لوغ واي ونشوف فين غيعطينا هنايا. ها هو واي از نوت ديفايند، هنا يشدو البوليس قالوا لي انت اش كتجري هنا. ولكن اننا الى بقينا يمكن نتسكلو بين مدينه، بين مدينه وسط الدوله ديالنا، يعني بين مدينه ومدينه ما كيقول شحال الساعه، لا هي 10، يعني فهمتي دابا شنو هو يعني الفرق جوهري. يعني الفار قلنا انه عنده هويستينغ، كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هويستينغ وجلوبال، جلوبال سكوب. هنايا كونست، لا كونست ليت، لا ما كاينش داك اللعبه مواطنين على السطح هنايا. المهم هنايا ما عندوش هوستينغ، هنايا نو هوستينغ، نو هوستينغ، زائد انها بلوك سكوب، يعني ما يمكنش تخرج على الدوله بلا ما يسولها حتى واحد، يعني ضروري تدوز من بزاف تاع الاسئله. بلوك سكوب اش كتبت هنا؟ بلوك سكوب، يعني هذا هو الفرق بين الفاريبل والليت اور كونست. واش هو الفرق بين الكونست والفاريبل والليت؟ الليت يمكن نشونجيو الفاريو ديالو عادي، كونست لا، كونست يعتبر ثابت. وهذا هو الفرق الجوهري بين الفاريبل والليت اور كونست. وكنتمنى انكم تكونوا فهمتوا وانني ما كثرتش عليكم، وشكرا حيتاش تبعتوا الفيديو حتى الاخر، وكنتمنى منكم قلبي انكم حققتوا استفاده كبيره وانه بامك بزاف تاع الحوايج كيفاش خدامين، وشكرا كنشكركم.